مدينة القيروان في تونس من أقدم وأهم المدن الإسلامية، فهي أول مدينة إسلامية في منطقة المغرب العربي ورابع حاضرة يشيدها المسلمون الفاتحون بعد الكوفة والبصرة في العراق والفسطاط في مصر. وكان بناؤها بداية لأكبر تحول في تاريخ المغرب العربي وحضارته. هذه المدينة أنشأها القائد العربي المسلم عقبة بن نافع سنة 50 للهجرة، وكان موفقا في اختيار موقع بنائها، فهي على مسيرة يوم من البحر حتى يكون جيشه في مأمن من هجمات أسطول الروم على شواطئ شمال إفريقيا، وتبعد بمثل ذلك عن الجبال التي كانت تعتصم فيها القبائل المناوئة للإسلام. وكانت القيروان منطلقا لفتوحات عقبة في بلاد المغرب، وظلت عاصمة للبلاد ومركزا للثقافة العربية الإسلامية طيلة نحو 5 قرون. أراد أن يؤسس مدينة تكون موئلا للمسلمين في تلك البلاد، وتكون منارة هداية ودعوة، ويأوي إليها الجيش الإسلامي من أجل ألا يتفرق. فكان من أعظم أعماله أنه أسس مدينة القيروان. عقبة رضي الله عنه جاء إلى وادي كثير السباع والهوام، فقال: يا أهل الوادي أعنوا رحلوا، فإنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لم يبقى في الوادي أي سبع ولا هوام من الحيوانات الأفاعي وغيرها، خرجت تحمل أبناءها. مركز هذه المدينة ومحور عمارتها هو جامع عقبة بن نافع الذي كان مقر هذا الفاتح العظيم، وساهم بذلك في نشر لغة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية. وبقي يعمر مدينة القيروان 5 سنوات، وأنشأ فيها جامعا كان أول جامعة في تلك البلاد الإسلامية. ومن القيروان انطلقت الفتوحات الإسلامية في مناطق غرب البحر المتوسط حتى وصلت إلى ذروتها بفتح الأندلس، لكن هذه الفتوحات مرتبطة بفتح مصر وامتداد له، وقد بدأت عمليا بعد نجاح جيش عمرو بن العاص في السيطرة على حصن بابليون، أهم وأكبر حصن للروم على أرض مصر. وبعدها توجهت جيوشه إلى الإسكندرية التي كانت عاصمة الروم أثناء احتلالهم مصر، ومن هناك انطلقت الجيوش نحو شمال إفريقيا. تركنا حصن بابليون والفسطاط خلفنا ونغادر القاهرة تماما لنتوجه إلى الإسكندرية، حيث بدأ جيش عمرو بن العاص بقيادته طبعا ليقطع الرحلة إلى الإسكندرية. المسافة بين القاهرة والإسكندرية بالضبط 252 كيلو، تقطعها السيارة الآن في أقل من 3 ساعات، يقطعها القطار في ساعتين، لكن وقتها قطعها عمرو بن العاص في 22 يوما بالتمام والكمال. قصة هذه الرحلة سوف نتعرف عليها في الإسكندرية. هم من تاب اصطحب عمرو بن العاص معه في طريقه إلى الإسكندرية عددا من قادة الأقباط الذين اطمأنوا إلى أن مصلحتهم باتت في مساندته. وفي الطريق إلى الإسكندرية وقعت عدة مواجهات مع بعض حصون الروم
انتصر فيها جيشه. نحن الآن على حواف في مدينة الإسكندرية. كان عمرو بن العاص وجيشه يقطعون المسافة إلى داخل المدينة. قريبا من هنا كانت توجد منطقة أو قريتان كان اسمهما سلطيس وكريون. سلطيس وكريون كان بها حامية رومية كبيرة يقودها القائد الروماني الشهير تيودور. تيودور جاء من الإسكندرية خصيصا من داخل المدينة ليقطع الطريق على جيش عمرو بن العاص. استمر القتال هنا مع تيودور حوالي 11 يوما. المعركة انتهت بالنصر لصالح جيش عمرو. دخل عمرو المدينة الإسكندرية على حدود الإسكندرية في أوائل شهر يونيو، أي أنه كان هنا في شهر مايو، والرحلة كلها قطعها خلال شهر مايو في الفترة الفاصلة بين صيف مصر وشتائها. وصلت قوات عمرو بن العاص إلى مشارف الإسكندرية وفرضت عليها حصارا طويلا امتد 14 شهرا، وقعت خلالها مناوشات كثيرة مع قوات الروم المتحصنة داخل المدينة وعلى أسوارها. وكان الروم يدركون أن خروجهم من الإسكندرية يعني سيطرة المسلمين على مصر كلها وعلى الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط بكامله. نحن الآن في قلب مدينة الإسكندرية فيما يعرف باسم محطة الرمل. عن يسارنا يطل تمثال سعد زغلول الشهير الذي جسدته رواية نجيب محفوظ الشهيرة، وأمامنا البحر، ومن خلفنا كل الإسكندرية ببحرها. هذه هي العاصمة المصرية آنذاك، وصلها جيش عمرو بن العاص في أول يونيو. كانت حمية عمرو بن العاص أو جيشه يتكون من 12,000 مقاتل. وكانت الحامية داخل مدينة الإسكندرية 50,000 مقاتل. وكان الجيش الروماني يتمتع بميزة لا يتمتع بها جيش عمرو بن العاص، وهو أنه يطل على البحر مباشرة، ومن ثم الإمدادات تأتيه عبر الإمبراطورية الرومانية من البحر. كانت الإسكندرية آنذاك هي المدينة التجارية والاقتصادية الأولى على المستوى العالم، وهي المدينة السياسية الثانية في الإمبراطورية الرومانية الشرقية بعد القسطنطينية التي ستصبح فيما بعد الأستانة أو إسطنبول. لكن طول الحصار كان مبعث قلق لدى عمر بن الخطاب، فأرسل إلى عمرو رسالة يحضه فيها على الإسراع في فتح الإسكندرية حتى لا يشعر جنوده بالعجز أمام عدوهم. والأمر المؤكد أن جيش عمرو بن العاص فقد خسائر كثيرة في هذه المعركة، لكن لولا مساعدة الأقباط له ما أمكن له أن يسيطر عليها بمنتهى السهولة. سيطر عليها بالفعل ووقع معهم معاهدة. تقريبا كل مصر فتحت كانت يقال أنها فتحت صلحا، أما الإسكندرية ففتحت مغالبة. عمر في الفتوحات كانت له أشياء غريبة ومهمة. كان يجلس في المدينة وهو قلبه وعقله مع الجيوش الفاتحة كأنه في غرفة العمليات، وذلك حتى كان يأتيه الإلهام عندما يقول يا سارية الجبل، يأتيه الإلهام بالقوات التي تحارب في عندما كان الفتوحات في مصر. كان يعيش بقلبه وعقله مع الجيوش الفاتحة ويرسل إليهم الكتب، يرسل إلى عمرو بن العاص في موضوع فتح الإسكندرية كأنه يعيش معهم في غرفة العمليات. وهكذا انتهى وجود الروم في مدينة الإسكندرية. كان لمساعدة الأقباط دور مهم في السيطرة على الإسكندرية وبقية مناطق مصر. المساندة القبطية هنا ومساندة المقوقس تحديدا عملت مشكلة في التاريخ. المشكلة الأمر المؤكد أن عمرو بن العاص لم يكن على دراية جيدة بالإسكندرية، وأن الذي قدم له تفاصيلها
وتفاصيل أسواره هم أناس من داخل مصر وهم الأكبار. المشكلة أنه بعد فتح عمرو بن يعني بعد الفتح اتهم أقباط مصر أنهم سلموا الإسكندرية وسلموا مصر للعرب وللمسلمين. الكنيسة الكاثوليكية ظلت لوقت طويل وربما إلى يومنا هذا تتهم الكنيسة المصرية أنها سلمت أو خانت المسيح وسلمت الإسكندرية ومصر إلى المسلمين وإلى العرب.